اهلا بحضراتكم من جديد في جوله متنوعه دايما بنبتدي بيها هذا الصباح. اولى اخبارنا النهارده تتعلق بالدور اللي بيلعبه الازهر خاصه في هذه الفتره لمواجهه الفكر المتطرف والافكار المغلوطه اللي اصبحت بتلتصق بالاسلام. شيخ الازهر ووفود من الازهر بتذهب الى دول العالم المختلفه خاصه الدول اللي فيها اقليات مسلمه، لانه على الازهر دور كبير جدا في تصحيح المفاهيم لدى هذه الأقليات المسلمة ولدى المجتمعات اللي بيعيش فيها هذه الأقليات. وتأكيد شيخ الأزهر ده جه بالأمس عند التقائه بوفد من كينيا، واللي أكد خلاله أنه هيتم التركيز في الفترة القادمة على الأقلية الإسلامية في كينيا ومحاولة تعليمها أشياء كثيرة جدا تخص الدين الإسلامي زي ما قلت يا دينا. وده لأنه الإرهاب بيبدأ عموما بفكرة، الإرهاب هو فكر، وده اللي أوضحه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، واللي أكد على مجابهة الأزهر للأفكار الراديكالية المغلوطة، وكمان اللي أكد على استعداد الأزهر لأنه يضاعف جهوده ودعمه للمسلمين في كينيا وكل الدول اللي فيها مسلمين الحقيقة، مش بس الأقلية المسلمة، وتدريب الأئمة خصوصا في كينيا طبعا علشان يواجهوا كل القضايا والإشكاليات المعاصرة. وأعضاء الوفد طبعا في كينيا أشادوا بالجهود اللي بيبذلها الأزهر الشريف في كينيا وأفريقيا عموما في المجالات التعليمية طبعا والدعوية والإغاثية، وأكدوا أن منهج الأزهر الوسطي هو حافظ على الاستقرار المجتمعي في أفريقيا لعقود طويلة، وهو ده اللي احنا محتاجين له فعلا في الوقت الحاضر واللي احنا بنعانيه فعلا من الإرهاب، لأنه فعلا الإرهاب بيجي بفكرة، فكرة الإرهابي إزاي واعتناقه لكل الأفكار الراديكالية الإرهابية دينا، هو ده اللي بيخليه يدوس على الزينات قبل ما يعني فكرة. الموضوع مش رصاصة، هي لا فكرة. طبعا هي فكرة ومجموعة من الأفكار المغلوطة، واللي بيحاول دلوقتي يعني حقيقي أنه رجال الدين عليهم دور كبير جدا في تصحيح المفاهيم المغلوطة دي. لسه بنتكلم عن الإرهاب، وزي ما قلنا الإرهاب فكرة أكتر منها أساليب العنف اللي بيحرك أو اللي بيدعو الإرهابي أنه ياخد هذه الخطوة، هي أفكار مغلوطة التصقت بذهنه. وفي الفترة الأخيرة أصبح الإرهاب يلتصق بالإسلام أو بيحاولوا الإرهابيين أن هم يلصقوا بالإسلام، وده دور رجال الدين. لكن في دور آخر على كافة الدول أن هي تتحد في تعريف الإرهاب، وضع أساليب مشتركة للقضاء على الإرهاب، لأنه أصبح مش خطر بيواجه دولة بعينها لكن أصبح خطر عالمي، وهي الحرب الحقيقية اللي بتواجه الدول في الفترة دي. وده أيضا موضوع ندوة أو مؤتمر نظمه دار الأوبرا المصرية، وكان لوزير الثقافة في تصريح بيقول أنه خطر الإرهاب في مصر لا يقف عند حد معين ولكنه يستهدف الوطن بأكمله. خلينا نشوفه ده، لأنه طبعا زي ما نقول الإرهاب مش بس مواجهته من جهة الأزهر، ولكن كل الوزارات وكل الهيئات، وزارة الثقافة والمفكرين والأدباء كلهم ليهم دور في مكافحة الإرهاب. خلينا نتابعه في التقرير ده. الثقافة على مدار يومين لبحث الدور المنوط بالمؤسسات المختلفة للقضاء على أنماط وأشكال الإرهاب. مؤتمر لبحث ظاهرة الإرهاب باعتبارها ظاهرة إنسانية واجتماعية بالغة التعقيد لها مختلف الجوانب. اثنين، ويبحث سبل المواجهة الشاملة اللي مصر بتأخذها في هذه اللحظة. حتى الآن القوات المسلحة بتأخذ المواجهة، وزارة الداخلية بتأخذ المواجهة، لكن بقية مؤسسات المجتمع دورها مش واضح بالقدر الكافي. المؤتمر يشارك فيه العديد من أصحاب الرأي والأدباء والخبراء العسكريين والأمنيين لتبادل وجهات النظر وطرح الرؤى عبر الجلسات المنعقدة بهدف تقديم التوصيات النهائية في ختام المؤتمر.
زي ما قلنا وزي ما شفنا المحاور بتاعت المؤتمر بتتناول قطاعات مختلفة، فما اقدرش ان انا ادرس هذه الظاهرة من غير مدرسة البعد الاجتماعي، لا يمكن ادرس هذه الظاهرة دون ان انظر الى التعليم ودوره في مكافحة او في يعني ازاي النظام التعليمي يمكن ان يواجه وان يكافح هذه الظاهرة. المؤتمر ده بيمثل اهمية قصوى، انت في زمن بتصنع عقول البشر وتحدد توجهاتهم طبقا لإعلام وطبقا لمستوى ثقافي وطبقا لمشاكل اقتصادية. النهاردة انت بتصنع الإرهاب ما بيهدش دولة بالمناسبة، إنما بيعطلها بيضايقها بيخليها في حالة عدم استقرار، بيأثر على منافذ أخرى، هو غير قادر على إنه يهد دولة. القضاء على آفة الإرهاب يتطلب إلى تضافر جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة ورفع وعي الشباب والمجتمع ككل. من مقر انعقاد المؤتمر، علاء منتصر، النيل. هوية المدن والدول بتبان من شكل المعمار بتاعها، بنلاقي انه في يعني كان زي ما كان زمان شكل المعمار الاسلامي، المعمار الحديث، الستايل او الشكل الانجليزي او الفرنساوي زي ما عندنا مثلا في الكربة وفي وسط البلد هنا. فهوية المدن والدول بتبان من المعمار بتاعها. صحيح، يعني ممكن في مصر مثلا ممكن اما تمشي في شوارع دي القاهرة الفاطمية، دي العمارة الإسلامية، او ده متأثر بالعمارة الأوروبية، فهي فعلا جزء من هوية، جزء من ثقافة، وجزء من حضارة كمان بتتورثها الأجيال. في مصر بما انه بنقول انه في اماكن تعتبر متاحف مفتوحة، فمهم الحفاظ على هوية هذه العمارة ونوعيتها. كلية الفنون الجميلة للهدف ده نظمت مؤتمر تحت عنوان هوية المدن من خلال العمارة والفنون، والهدف منها هو حماية هذه العمارة والحفاظ عليها. نشوف هذا التقرير. هوية المدن من خلال العمارة والفنون، معرض للفنون نظمته كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان بدار الأوبرا المصرية من خلال المؤتمر الدولي عن العمارة والفنون. فكرة المؤتمر جت ان احنا حسينا كمعماريين وكمخططين الدور بتاعنا لازم يبقى فعال في إعادة تحسين ارتباط المواطن المصري بالمدينة والحفاظ على الهوية المعمارية والترابط الاجتماعي. هيكون في ابحاث سريه جدا، لان طبعا مصر في مراحل زي ما كان بعض الزملاء اتكلموا في المؤتمر، مراحل هامه جدا ان احنا بنبحث عن هويتنا الفعليه الاساسيه اللي هي مصدر قوتنا دايما. مصر مهد حضارات كتير قوي، ودوت بيخلي عندنا اكتر من هويه لو اقدر اقول كده. القصه ان احنا علشان نقدر نقدم الموضوع دوت للعامه وللطلبه، ده اهم اكتر تركيز عندنا، لازم يبقى عندنا ابحاث كتير في ازاي ان احنا نظهر الهويه دي. اسس تخطيط وتطوير المناطق التاريخيه والتنميه المستدامه للمناطق الحضريه والاتجاه العالمي نحو انشاء المدن الذكيه موضوعات عديده ناقشها المؤتمر في جلساته والتي تستمر لمده 3 ايام. لما بنتكلم على الهويه بنشوف انه اقدم هوية في العالم هي الهوية المصرية اللي أكدها الفراعنة من خلال أعمال عظيمة ونقدر نقول رهيبة. المؤتمر بتاعنا بيتكلم عن هوية المدن من خلال العمارة والفنون. أجمل ما في المؤتمر أنه دمج ما بين الأقسام الفنية المختلفة، لأن العمارة عندنا بتندمج، لأن هي فنون العمارة وهي بتندمج مع الفنون الأخرى، سواء فن الجرافيك، فن التصوير، فن النحت وتاريخ الفن. المؤتمر شارك به عدد كبير من الباحثين والمتخصصين في العمارة والفنون من جامعات وأكاديميات دولية مرموقة، ومن المقرر أن يتم نشر الأوراق العلمية الخاصة بالمؤتمر في إحدى الدوريات العالمية.
نتوقف قليلا دلوقتي نتعرف على اخبار الطقس ودرجات الحراره، واحنا لسه في فتره جو متقلب، يعني الناس بتبقى مهتمه طبعا تعرف النهارده الجو اخباره ايه. معانا الدكتوره امال حنفي رئيس الاداره المركزيه للتحليل والتنبؤات تطمنا على اخبار الطقس النهارده. صباح الخير يا دكتوره. اهلا، صباح الخير. يا ترى النهارده الجو اخباره ايه؟ في بروده شويه ولا بروده مع بدايه اليوم وحراره معتاده مع منتصف اليوم؟ هو ان شاء الله بان في انخفاض في الحراره عن الامس، يعني نقدر نقول بان باذن الله يكون النهارده في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على شمال البلاد، وبتصاحبها سقوط امطار على السواحل الشماليه وعلى الوجه البحري وعلى مناطق متفرقة من سيناء وعلى جنوب البلاد. لكن نقدر نقول الطقس عموما هو طقس معتدل على شمال البلاد، مائل للحرارة جنوبا نهارا وبيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره. بتظهر وهي ظاهرة حاليا الشهجرة المائية الكثيفة في الصباح على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وكل الطرق القريبة من المسطحات المائية. بالنسبة للرياح فهي الرياح معتدلة وتنشط على السواحل الشمالية الغربية السلوم ومطروح وحتى اسكندرية وعلى خليج السويس، وبتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم بنقول السواحل الشمالية الغربية السلوم ومطروح وحتى اسكندرية بنتوقع لها 26 والصغرى 21، أما السواحل الشمالية الشرقية رفح والعريش 26 والصغرى 20، الوجه البحري والقاهرة 27 والصغرى 20، بعد ما سجلت امبارح الامس القاهرة 30 النهارده بنتوقع لها 27. سينا 28 والصغرى 20، شمال الصعيد الفيوم والمنيا وحتى اسيوط 29 والصغرى 19، جنوب البلاد في الاقصر واسوان 34 والصغرى 22، وبمناسبة المؤتمر الموجود في شرم 22 والصغرى 30. طيب جميل، الشبورة اللي احنا شايفينها دي مستمرة معانا قد ايه يا دكتورة؟ ان شاء الله بنتوقع الاستمرار لغاية الساعة 9 تقريبا. كل ما زادت اشعة الشمس كل ما قل مدى الانخفاض مدى الرؤية الافقية بالنسبة للشبورة المائية. شكرا جزيلا دكتورة امال حنفي رئيس الادارة المركزية للتحليل والتنبؤات. طيب خلينا نروح من الجو للآثار المصرية اللي مازالت يعني الحقيقة غموض الآثار المصرية دايما وتكشف أسرارها بيثير فضول كل مش بس علماء الآثار الحقيقة لكن كل العالم وكل الأجانب. دار كريستيز للمزادات العالمية بنيويورك بتقيم معرض النهاردة لبيع الآثار الفرعونية المصرية وعدد 164 قطعة أثرية بجانب بعض من بورتريهات الفيوم. البورتريهات كانت مرسومة أيام الفترة الرومانية وبتوفر نظرة طبعا ثاقبة على الحكم الروماني في الوقت ده وكمان أسلوبهم واتجاهاتهم من خلال الأثار دي. صحيح. سعرها عالي قوي. سعرها عالي بس بورتريهات الفيوم حقيقي من الحاجات المعروفة على مستوى العالم، وزي ما احنا شايفين أنه هذه الفترة بتتميز بالطابع الروماني في الحياة المصرية، ومش بس في الفنون حتى كان في أسلوب واتجاهات الحياة، وده استمر من القرن الأول إلى القرن الثالث الميلادي. إناء الفخار على سبيل المثال اللي بيرجع تاريخه إلى عام 2300 قبل الميلاد بتقدر قيمته ما بين 5000 إلى 7000 دولار بالإضافة إلى تمثال الإله حابي، ويقدر قيمته ما بين 15 إلى 20 ألف دولار. قطعة مصرية أخرى مصنوعة من الحجر الجيري بتقدر قيمتها ما بين 25 إلى 35 ألف دولار. طبعا الأرقام دي مقارنة بالقيمة الأثرية والفنية، تعتبر طبعا قيم رمزية لأنه دي قطع في النهاية من تاريخ بلد ومن حضارة كاملة عاشت فيها لسنوات طويلة. حضارة كاملة وحضارة من أعظم حضارات العالم اللي لسه طبعا يعني محيرة العالم كله من أيام الفراعنة المصريين 7000 سنة. يعني اللي احنا بنعتمد عليها كتير وما بنكملش الحقيقة، يعني بنعتمد على حضارتنا
الفرعونية، لكن يعني لازم نكمل بقى شوية يعني من اللي بدأوا الفراعنة يعني. طيب خلينا نروح لأنه شهر أكتوبر كله الحقيقة ما بيكونش بس 6 أكتوبر هو أحياء لا أو احتفالا بذكرى 6 أكتوبر، ولكن هي الشهر كله بنلاقي أنه الهيئات والمنظمات والوزارات يعني بيكون في احتفال على مختلف الأصعدة، وبنلاقي كمان في بره مصر الوزارات والقنصليات كمان المصرية في دول مختلفة صحيح بتحتفل بذكرى أكتوبر زي دار الأوبرا المصرية والأمسية اللي احتفلت بيها بذكرى أكتوبر. احنا متعودين كل سنة انه بيكون في احتفالات فنية مخصوصة بحرب أكتوبر المجيدة، دار الأوبرا أيضا سنويا لديها احتفال، السنة دي احتفالها كان عن طريق يعني عن عمل احتفالية فيها شخصيات فنية بتجسد الشخصيات اللي شاركت في الحرب بشكل حقيقي، وده في محاولة لتقريب تجربة الحرب إلى أذهان المشاهدين. نقترب أكتر ونشوف إزاي عملتها دار الأوبرا في التقرير التالي. ملحمة أكتوبر العظيمة التي حطمت عدو ظن أنه لا يقر، تلك الملحمة التي تحرص جهات رسمية وغير رسمية على إحياء ذكرها واستلهام روحها لبث الإصرار والتحدي في الأجيال المتلاحقة. من هنا جاءت أهمية احتفالية دار الأوبرا بهذه المناسبة. تمر ذكرى 60 للعدوان الثلاثي على مصر، بتمر استشهاد الأبطالنا في سيناء، بتؤكد أن الحرب الاستنزاف اللي مصر بتتعرض ليها أن الخطر موجود وأنه حالة الانتصار وروح الانتصار إحنا بحاجة لأن نستعيدها وأن نتذكرها. تكريم قادة وضباط الجيش الذين قدموا نموذجا في الفداء والتضحية جاء في مقدمة الاحتفالية. رغم ان امكانياتي اللي كانت قليلة وما فيش وقود ان انا اهرب منه، وبعديها بثلاث ايام قدرت ان انا في اشتباك اسقط طيارة برغم عدد الطيارات الكبير بتاعهم، وفي نفس الوقت احنا من بداية الحرب لغاية اخر طلعة كانت بنفس الروح ونفس القوة. إعداد الخطة مسبقا علشان نخش بيها العمليات البروفات، عمليات تعمل سنة أو المشاريع اللي تعمل سنة 71، مشاريع برضو بالذخيرة الحية سنة 72، فشكلنا الخطة وأعدناها. نجوم ساطعة في عالم الفن إبداعاتهم لا تنسى في تجسيد شخصيات ساهمت في الحرب من خلال أعمال درامية تم تكريمهم خلال الاحتفالية. إن شاء الله يا رب من نصر النصر، ومصر فيها رجالة كتير يعني، بحيي الشهداء طبعا اللي استشهدوا في حرب أكتوبر ولسه لازالوا يستشهدوا لحد النهاردة. الاحتفالية شهدت استعراضات غنائية يقودها مجموعة من الشباب الموهوبين بقطاع الانتاج الثقافي بدار الأوبرا المصرية. الحرص على تكريم أبطال ملحمة أكتوبر المجيدة التي ستبقى دوما في وجدان العالم يرسل رسالة مفادها أن مصر لن تنسى أبناءها الذين شكلوا المخيلة الفكرية لأبناء المستقبل وقدموا نماذج في التضحية والفداء. من دار الأوبرا المصرية ولا الحديني النيل. النائبة رانيا علواني اسمها أكيد لما بنسمعه بيرتبط بنجاحات وحاجات كتير حققتها على مدى سنين من قبل كده، السباحة المصرية العالمية رانيا علواني يعني السمكة المصرية الجميلة أو عروسة البحر الجميلة رانيا علواني وعضوة مجلس النواب، وكمان نجاح تاني بيضاف ليها الحياة بعد كمان ما بقت نائبة في البرلمان بفوزها بعضوية مجلس إدارة منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي خلال الجمعية العمومية 135 واللي استضافتها مدينة جنيف السويسرية، عشان كده كان مجلس القومي للمرأة بيهنئها طبعا بهذا الفوز. احنا كمان كلنا بنهنئها بيه اكيد يعني اذا كان المجلس القومي للمرأة شاف انه ده انتصار جديد للمرأة المصرية فهو اكيد هو حقيقي انتصار جديد او مناسبة اخرى بتثبت فيها المرأة المصرية انها قادرة على العطاء، انها تقدر تمارس دورها بشكل يعني مختلف على مدى مراحل عمرية مختلفة. رانيا علواني كانت في
فترة الصبا والطفولة كانت بطلة مصر في السباحة، ولما توقفت عن السباحة استمرت في دورها في نقل خبرتها لأطفال وشباب آخرين، واعتركت معترك آخر في الحياة العامة هو عضويتها في البرلمان المصري، ودلوقتي المنصب الجديد اللي حصلت عليه في الاتحاد البرلماني الدولي. فأنا بشوف أن ده نموذج حقيقي يحتذى للمرأة المصرية والعربية كمان. يعني حاجة مشرفة جدا، وكلنا أكيد فخورين بيها زي ما قلت دينا كمرأة مصرية ناجحة على المستوى العالمي من البداية، من أول ما كانت فعلا سباحة مصرية عالمية، ودلوقتي كمان في مجال العمل البرلماني وخدمة المجتمع. خلينا نروح لجامعة الفيوم ونائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد الوهاب. أطلق بالأمس إشارة بدء مهرجان الدرجات الأول اللي بتنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت عنوان بكرة أحلى، وده برعاية رئيس الجامعة الدكتور خالد حمزة. أمين عام الجامعة هشام عويس قال إنه شارك في المهرجان أكثر من 300 طالب وطالبة، واستمر سباق الطلاب على الطريق الدائري لمسافة 7 كيلو متر. السباقات دي بتكون هايلة جدا وليها فوائد كبيرة جدا للشباب. يعني يمكن دي مسابقة نظام تحت رعاية جامعة الفيوم، لكن احنا بنشوف أنشطة مشابهة كتير خاصة في موضوع الدراجات. في أحياء بتنظم برضو طلعات بالدراجات في فترات معينة زي يوم الجمعة أو السبت في فترات عطلة نهاية الأسبوع، ودي بتكون فرصة لممارسة الرياضة، للالتقاء، للتبادل. ناس كتير بتكون صداقات وبتستمر فيها لفترات طويلة. هو شغل يعني صحي جدا لوقت الفراغ، وأسلوب يعني اجتماعي محبوب ومطلوب. 300 طالب وطالبة من جامعة الفيوم شاركوا في هذه المسابقة، وزي ما قالت حنان امتد على مدى 7 كيلومترات على الطريق الدائري. ويعني المشاركون في هذه المسابقة أهدوا هذه المسابقة لذكرى 43 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وأكدوا على بعض المفاهيم الأخرى زي دعم مستشفى سرطان الأطفال، نظموا زيارة إلى بانوراما حرب أكتوبر، وكمان في فكرة لتنظيم مهرجان التحطيب والدوري الرياضي الداخلي لكليات جامعة الفيوم، ومسابقة ثقافية وأيضا مسابقة علمية لمدينة زويل. كلها أنشطة بيقوم بها الطلاب، والأنشطة الجامعية من الأشياء المعروفة جدا واللي كانت لسنوات طويلة بتفرز قيادات شبابية حقيقية بعد كده بتصبح قيادات في المجتمع. خلينا نروح من الفيوم للإمارات، وتحديدا في دبي، المدينة اللي ما بتنامش، المدينة اللي متواصلة دايما في النجاحات وتحقيق أرقام قياسية في حاجات كتيرة جدا، زي ما يمكن عرضنا في حلقات قبل كده تحقيقهم آخر يعني ريكورد في جينيس بأنهم عندهم أكبر حديقة في العالم للزهور الندرة وما إلى ذلك، وطبعا هم عندهم أكبر حوض سمك برضو في العالم في دبي. كمان تدفقت المياه في قناة دبي المائية، وده مشروع بتبلغ تكلفته ملياري درهم، يعني حوالي 545 مليون دولار. ده المفروض انه يحول جزء من الإمارة لجزيرة، والقناة هنا طولها 2.9 كيلومتر وهتربط منطقة الخليج التجاري بالخليج العربي، وده معناه انه المية هنا هتتدفق بطول القناة من خور دبي للمحيط. المشروع كمان طبعا هيكون عليه اقامة فنادق ومركز تجاري ومناطق سكنية جديدة ومراسي خاصة للأوارب، وطبعا السلطات من هنا بتأمل انها تحول قناة دبي لمركز للتجارة.
وهي حقيقي دبي أصبحت مركز للتجارة، لكن كل يوم بيتم إضافة مشروع جديد. المشاريع دي بتقدم خدمات أكبر لأهالي الإمارات وكمان للمقيمين في هذه الإمارة اللي أصبحت مصنفة عالميا على أنها بتحقق نسب تقدم وتطوير عالية جدا، ولكن تحديدا في مجال التجارة الداخلية والخارجية بتحاول دبي أن هي يعني تضع قدم واثقة في هذا المجال. بعد كانت ملتقى للمستثمرين ومراكز تجارية، لكن موضوع التجارة الداخلية والخارجية أصبح من ربما الأهداف اللي بيسعى إليها حاكم دبي. ارتفاع الجسور المائية اللي احنا شايفينها ما زالت بتبنى، بيبلغ أكثر من 8 أمتار فوق المياه كي تسمح بمرور القوارب، وهيئة الطرق والمواصلات صممت هذه الكباري بهدف تعزيز نظام النقل البحري، وسيتم إنشاء 18 محطة على طول خور دبي وعلى امتداد هذه القناة بأكملها. وتم الإعلان في وقت سابق أنه هذا المشروع سوف يكتمل بنهاية عام 2016. ابدع انطلق اسم او عنوان المؤتمر الوطني الاول للشباب واللي بتحتضنه مدينه شرم الشيخ مدينه السلام زي ما قلنا تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزي ما قلنا لحضراتكم ان احنا هننتقل مباشره الى شرم الشيخ وزملائنا الموجودين هناك ومع محمد شعبان وعنده لقاء خاص من هناك. محمد صباح الخير. صباح الخير محمد. صباح الخير وصباح الخير لمشاهدينا الكرام، ولا شك أن الشباب هم عماد هذه الأمة، هم سر نهضتها وبنات حضارتها، هم خط الدفاع الأول والأخير عن هذا البلد. وبالتالي يأتي أهمية المؤتمر الوطني الأول للشباب في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ بمشاركة 3000 شاب وأكثر من 300 من الشخصيات العامة. في هذا المؤتمر يبعث الشباب برسالة واضحة إلى العالم أجمع بأن مصر آمنة مستقرة، أن مصر قادرة على يعني تحدي الصعاب وتخطيها والانطلاق نحو المستقبل. هناك أيضا لقاءات مفتوحة مع الشباب، هناك جلسات عمل على مدار اليوم وعلى مدار 3 أيام أيضا مقبلة. هناك تقريبا أكثر من 20 جلسة عمل عامة تتفرع إلى عدد من الجلسات العامة في مختلف المجالات في الحقيقة، سواء السياسية سواء الثقافية الاجتماعية وغيرها من الأمور. سوف يلقي يعني في هذه الجلسات بعض الشخصيات يعني الكبيرة داخل مصر، سواء من العلماء سواء من المتخصصين في جافة المجالات. هناك أيضا في مجال الفنون في مجال الثقافة هناك ورش عمل أيضا مختلفة، وهناك معرض، وهناك سيكون هناك ماراثون أيضا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. على أي حال دعونا نتعرف على رؤية أحد الشباب لهذا المؤتمر وما هو المتوقع والمأمول من المؤتمر الوطني للشباب الأول هنا في شرم الشيخ. ينضم إلي الدكتور محمد غنيم أمين لجنة الشباب في حزب المحافظين. مرحبا بحضرتك دكتور محمد. اهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير وكل سنه ومصر بخير يا رب دايما وبسلام. وانا في البدايه عايز اعتبر اليوم ده النهارده انا هقول ان هو عيد شباب مصر. يعني المؤتمر الاول المؤتمر الوطني الاول للشباب انا بعتبره عيد شباب مصر. طيب لو اتكلمنا عن يعني كيف ينظر الشباب الى هذا المؤتمر وينمو في هذه المرحله واجراء حوارات ما مفتوحه مع الشباب للتعرف على رؤيتهم ومشاكلهم وكيفيه التغلب عليها في المرحله القادمه. هو في البدايه المؤتمر جه في توقيت مناسب لان بدا الشباب يوصل لمرحله من الاحباط لعدم تواجده في المشاركه السياسيه بطريقه كافيه، في نفس الوقت عدم مقدرته برضو على المشاركه في اتخاذ القرار او وضع رؤيه مستقبليه او حاليه في الوقت الحاضر لمصر. فالمؤتمر بجلساته بورش عمله بداية جميلة ان احنا نكون ان شاء الله بإذن الله مشاركين في الفترة القادمة في رسم خريطة هذه الدولة والاستفادة من القيادات السياسية ومن رموز الدولة، لان الفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله هي القيادة للشباب كما صرح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب احنا لو احنا كلمنا عن دور الاحزاب وممكن انت امين الشباب في حزب المحافظين، يمكن بنشوف بعض يمكن الروح السلبيه لدى الشباب في هذا الامر وعدم مشاركه وعزوف عن المشاركه في الاحزاب، هل هذا الامر بيرجع الى ضعف الدفء في الاحزاب ام في روح مختلفه لدى الشباب وعدم ثقه مثلا في الاحزاب موجوده بناء على تجارب سابقه؟
هي المشكله اللي حصلت وبعض الشباب ليهم حق في الموضوع ده، ان بعد 25 يناير اصبح في تعدد رهيب في الاحزاب، وصلنا فيما يقرب 109 حزب. فبالتالي انا لو كشاب عايز امارس الحياه السياسيه، او شاب يعني غير محب للسياسه وعايز مثلا يتم مثلا ايه استقطابي في العمل السياسي، هلاقي ان في تعدد في الاحزاب ما يقرب 109 حزب، فاكيد طبعا هلاقي في تشتت رهيب. فيمكن حتى يعني تقريبا الاحزاب المشاركه، احنا كنا عاملين اجتماع امبارح كامناء شباب احزاب، كنا حوالي زي 22 حزب، عملنا اجتماع برضو ان احنا يبقى لينا شكل محترم، لينا قدره ومقدره في الاداء الراقي والمحترم وايجابيه في ورش العمل على مدار الثلاث ايام، وفي نفس الوقت عشان تبقى رساله للشباب المصري انه يشارك في الحياه السياسيه، لان احنا زي ما عارفين ان القنوات الشرعيه لممارسه الحقوق السياسيه والسياسه عموما هي بتبقى من خلال الاحزاب السياسيه، لكن الحركات والائتلافات دي كانت فتره وخلاص هتنتهي مع احترامي التام للقائمين عليها، لكن هي المشاركه الفعليه للحياه السياسيه من خلال الاحزاب. فيمكن احنا قلنا ده كان اتفقنا امبارح مع اكثر من 22 امين شباب، وقلنا ان شاء الله باذن الله تبقى النهارده هي بدايه العمل الجاد لشباب الاحزاب وللشباب المصري ان شاء الله. تمام، هي دي الفكره، فكره التواصل مع الشباب في الشارع، ويعني عمل ندوات وعمل مؤتمرات وعمل لقاءات على ارض الواقع للتعرف على مشاكل الشباب وتشجيعهم على المشاركه في الاحزاب. في رؤيه موجوده ايضا يعني لدى الاحزاب، يمكن انتوا قعدتوا امبارح 22 حزب والكلام ده، اللي احنا نتواصل مع الشباب على الارض ويبقى في مؤتمرات، في ندوات، في تبادل للخبرات وتشجيع الشباب على المشاركه في الاحزاب، وعدم يعني وجود دور سلبي ليهم في المجتمع في الحقيقه، وتغيير النظره اللي كانت موجوده عن الاحزاب. هقول لحضرتك، هي مشاركة الشباب او يعني ان انا اقدر اقنعه بالعدول عن العزوف عن الحياة السياسية مش هيكون عن طريق مؤتمرات. الشاب عايز يشوف حاجة ملموسة في الشارع، عايز يشوف في قوانين بتتحط له لرسم مستقبله، يمكن بعض الحاجات يعني اصابته بالاحباط في بعض القوانين في مجلس النواب، ولكن انا مش هقدر يعني اخلي الشاب يمارس العمل السياسي من خلال مؤتمر او ندوه. اللي اقدر اعمله له ايه الامكانيات اللي اقدر اوفرها له، ايه الحاجه الملموسه، هل اقدر اوفر له فرص عمل، هل اقدر اعمل له تاهيل سياسي محترم. يمكن انا يعني عامل عندي في امانه الشباب لجنه من 13 سنه ل 17 سنه مسميها طلائع الشباب، ان انا عايز اهتم بالشاب المصري منذ الصغر. ويمكن حتى في ملف الحزب اللي قمنا بعمله باشراف الاستاذ دكتور بشرى شلش امين عام الحزب، بدانا ان احنا واحنا بنحط الرؤيه عموما للتعليم او لصناعه البطل الاولمبي او للبحث العلمي او للعلماء، حطينا الرؤيه من اول 6 سنوات منذ التحقق بمرحله التعليم الاساسي ومرحله التعليم الاولى. فده لو احنا عايزين فعلا نعدل صح، ولو عايزين نرسم مستقبل صح، لكن احنا مش عايزين نبص تحت رجلينا، احنا عايزين بس نصبر شويه، لان احنا في مؤامره خارجيه وفي مؤامره داخليه من بعض الجهات. فطبعا يعني دي رساله لكل الشباب المصري، محدش يقلق الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله هتبقى مشاركه فعليه للشباب المصري في الحياه السياسيه وفي العمل السياسي الجد وفي العمل المجتمعي ايضا. تمام، يعني هي رساله مهمه جدا، رساله طمانه ورساله تفاؤل للشباب المصري في النهايه انطلاقا من هذا المؤتمر. يمكن انت كنت بتتكلم عن فكره ان وجود احباط، في روح سلبيه موجوده لدى الشباب في المجتمع في ظل ما نشهده من ازمات ومؤامرات سواء داخليه سواء خارجيه. يمكن للاسف الشديد يمكن بعض الشباب انت بتحاول تيجي تتحدث معاه مش عارف تتغير فكره، او هو مقتنع بافكار معينه، او هو شايف ان الوضع مش على ليس على ما يرام كما كان يتوقع. يمكن طبعا يمكن لا يدرك الابعاد الخلفيه لهذا الامر. ازاي احنا ايضا نحتضن هؤلاء الشباب، نحتوي هؤلاء الشباب، نوضح لهم الصوره الحقيقيه بحيث ان احنا عندهم نستغلهم في عمليه التنميه ونستغلهم في عمليه البناء اللي احنا بنشهدها دلوقتي في ظل المشروعات الكبيره اللي موجوده. احنا في العمل السياسي حتى يعني دايما في المنظومه انما بنتكلم حتى كيفيه استقطاب الشاب للانضمام لحزب او للانضمام لكيان سياسي عموما. في شاب محب للسياسه ده بيشوف قدامه احزاب فبيبدا يتعرف على فكر كل حزب او قيادات هذا الحزب او شباب الحزب وينضم، لكن الشريحه الاكبر في المجتمع المصري هي الشباب الغير محب للسياسة او العازف عن العمل السياسي، اللي هو بيلجأ ان هو يقعد مثلا يلعب بلاي ستيشن او يقعد على الكافيهات وخلاص، يروح شغل الصبح، او هو لو يعاني من البطالة خلاص مش مشكلة يصحى في اي وقت يقعد على النت. ويمكن احنا عاملين ملف خاص لموضوع ثورة التكنولوجيا ومشاكلها اللي تسببتها في الشباب. فما اجي اتكلم هذه الشريحة من الشباب يجب استقطابهم عن طريق عمل فعلي. في شريحة ممكن استقطبها برحلة، لكن مش رحله وان احنا نرجع نروح، لا، رحله ويكون من خلالها برنامج تاهيلي. في شباب ممكن نستقطبهم عن طريق ورش عمل في المجال اللي هم حابينه، زي المنظومه اللي احنا حاطينها بالظبط في المشروعات الصغيره. يمكن هلفت انتباه حضرتك في حاجه، ان احنا بنطالب في المشروعات الصغيره لان لقينا كتير شباب بياخدوا قروض وبتسجنوا نتيجه حاجتين. اول حاجه ان هو ما عندوش المقدره انه يشغل المشروع لان هو مش دارس. الحاجه الثانيه ان هو ممكن بياخد القرض وبيروح مثلا يشتري ميكروباص او اي حاجه تانية غير لكن انا قلت انا احمي الشاب واحمي الدوله، احمي فلوس الدوله واحمي الشاب، ان انا اخد الشاب. انت مثلا عايز تشتغل في ايه؟ في الملابس، هعمل لك دوره تاهيليه
وكورس مكثف زي بالظبط الاطباء في سنة الامتياز. احنا يمكن كاطباء بندرس واحنا طلبة الخمس سنين او في الطب البشري الست سنوات بندرس عادي، لكن فترة التدريب الحقيقي هي الامتياز ومن بعدها التكليف. فده اللي عايز اعمله حتى للشباب المصري، ان هو يتعود ازاي يخاف على مشروعه، ازاي يبني البلد دي، ازاي برضو نعمل طرح اسهم للاراضي اللي خاصة باملاك الدولة، لو حسب لو عايزين نتحول لدولة مركزية صحيحة بالفعل، ان احنا نشوف كل محافظة حسب طبيعتها الجغرافية والمناخية نفسها، ونبدأ يعني نأسس مصانع او استثمار زراعي، لان احنا اقتصادنا الاساسي يعني عيب قوي ما يبقى يعني رقم واحد او اتنين هي التدخين يعني اللي بيدخل لنا فلوس يعني. طيب هي الفكره اللي احنا لو اتكلمنا من الناحيه الاقتصاديه، ممكن احنا بنتكلم عن فكره المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، ممكن في مشاكل زي ما انت حضرتك بتقول، وفي شباب بينتظر العمل والعمل الحكومي، ممكن يعني الوضع الاقتصادي ربما لا يتحمل وظائف الفتره القادمه كما صرح كثير من المسؤولين. ازاي احنا نشجع الشباب على الاتجاه لهذا الامر، فكره المشروعات الصغيره، ازاي ايضا كمان الدوله تقوم بدورها في هذا الموضوع زي ما انت بتقول، فكرة التأهيل وتبني هذا المشروع والوقوف إلى جانب الشاب حتى يعني يرى النور، أو مشروع يرى النور على أرض الواقع في هذا الأمر، وعدم يعني تغيير الفكر الاقتصادي لدى الشباب حتى في هذه المرحلة. أنا أقول لسعادتك ما احنا اتكلمنا في بعض النقاط منها، لكن لو خدناها بالترتيب، أول حاجة عمل وزارة للمشروعات الصغيرة، تبقى وزارة مستقلة خاصة بالمشروعات الصغيرة. ثاني حاجة تقليل نسبة الفائدة على القروض اللي هيحصل عليها الشباب. ثلاثة عمل دورة تدريبية وتأهيلية وورشة عمل للشاب في المشروع الذي ينوي العمل به. أربعة تسويق منتجه، ان انا ساعده زي كده الاب ما بيجي يساعد ابنه ان هو مثلا ايه بيعمل له محل، بيعمل له اي حاجة، بيقول له طب انا هدخل اشتري منك اول واحد. تمام. يبقى انا ايه تسويق منتجه ده هيصب في ايه بقى. احنا هي شجرة، هي شجرة وافرع مرتبطة ببعض. هيصب دلوقتي ان انا بنمي الصادرات بتاعتي، بنمي الانتاج المحلي، ببدأ دلوقتي اقدر اغير في سعر النقد عموما ومشكلة الجنيه ومشكلة الدولار نفسه في مصر. فهي منظومة هتبدأ الاول ان انا اعمل تأهيل جد للشباب زي ما بيتعمل له تأهيل سياسي. احنا ما تولدناش كلنا عارفين سياسة، لا اتعملنا تأهيل ودورات. فهي منظومة لاجب يعني بداية المشروعات الصغيرة متكاملة لتنمية الانتاج المحلي. تمام. الانتاج المحلي، واحنا بنطالب كمان يمكن حتى في برنامجنا اللي احنا مقدمينه لسيادة الرئيس ان احنا وقف استيراد في الفترة الحالية. تمام. انا الخلة والحاجات دي انا بستوردها من بره ليه؟ هي دي اللي بتعلي لي سعر الدولار. تمام. طيب لو اتكلمنا عن فكرة اللي هي المشروعات الوطنية الكبيرة اللي هي موجودة دلوقتي على ارض الواقع، سواء في المليون ونصف المليون فدان، قناة السويس، ومحور تنمية قناة السويس، اهمية مشاركة هذا الشباب، ممكن احنا فكرة ابدأ وانطلق يعني ممكن لها دلالة ولها معنى في هذا المؤتمر، ازاي احنا نستفيد بالفعل في هذه المشروعات، وازاي احنا نشارك في هذه المشروعات، وهي بالتأكيد هتعود علينا بالنفع يمكن في مراحل سابقة وسنوات سابقة واجيال قادمة ان شاء الله. هي بس في مشكلة شوية بتواجهنا دلوقتي ومؤامرة خارجية، يمكن احنا سمعنا ان اسرائيل عايزة تعمل خط سكة حديد من تل أبيب. تمام. فعشان عايز يضرب لنا محور قناة السويس بأي طريقة، وبعد مشكلة البترول برضو وبعض البواخر والمراكب اللي بتعكس طبعا وبتاخد اتجاه رأس الرجاء الصالح. احنا لو خدنا فكرة مشروع قناة السويس وطبقناها عموما في جميع المحافظات، بمعنى ان انا اجي اشوف مثلا محافظة زي البحيرة تتميز مثلا بايه، جزء بيتميز بالصناعة وجزء بيتميز بالزراعة. المشكلة النهاردة ان انا اشوف مساحة كبيرة من املاك الدولة وابدأ اعملها طرح اسهم ما بين الشباب. هنا الشاب لو حتى راح عمل سهم ان هو خد فلوس من والده وهو عاطل، ما هو كده اصلا بياخد فلوس من والده كل يوم عشان يقعد على كافيه او عشان يجدد الباقة بتاعته في النت، لا انا اخدها واعمل سهم في المشروع ده، اصبحت انا مساهم في المشروع ده. تمام. في نفس الوقت ببدا اشوف الطبيعه الجغرافيه والمناخيه لهذه المحافظه وابدا اعمل من خلالها المصنع او الاستثمار الزراعي اللي يقدر يخدمني. تمام. البلد. هدي حضرتك مثال يعني المانيا يعني عشان الوقت لا انا عارف طبعا ايوه هي اخر نقطه. ان المانيا بتزرع عندنا هنا واخدين حق انتفاع ما يقرب من 3000 فدان، بيزرعوا نوع من انواع. تمام. البصل. تمام. بييجوا يصدروه بره، بياخدوه بره عندهم في المانيا، بيطلعوا منه الماده الفعاله بتاعت ادويه القلب ويصنعها ويجي بيعها. تمام. فاحنا يعني احنا هي المفروض اعاده نظر. انا بشكر حضرتك يا دكتور محمد غنيم امين الشباب بحزب المحافظين، وشكرا على هذا التوضيح. اذا مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في تغطيتنا لهذا المؤتمر وهذه الفعاليات المستمره على مدار ثلاثه ايام. بشكرك محمد، وزي ما سمعنا المبادرات الخاصة بالشباب وزي الأحزاب بتحاول إن هي تجذب الشباب ليها علشان يكونوا فعلا لهم دور فعال في الحياة السياسية والبرلمانية. صحيح. صحيح. احنا يمكن دي بداية مع محمد شعبان، لكن احنا متابعتنا معاكم لفعاليات المؤتمر هتمتد على مدار اليوم مع فريق العمل المخصوص لمتابعة هذا المؤتمر
المؤتمر، ولحين لقاءات أخرى ومتابعات أخرى حنستكمل مجموعة من أخبارنا. الخبر التالي معانا من اليمن ورسوم على الجدران اللي بتعتبر متنفس للكثير من الشباب والموهوبين، خاصة دايما بنشوف رسوم الجدران وعلى المباني والأسوار خاصة في الفترات الصعبة وفترات الحروب اللي بتمر بيها الدول. اليمن أكثر من ثلثين عدد السكان فيه محتاج إلى مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية كبيرة جدا، فعشان كده ده بيعتبر يمكن متنفس او مصدر للمتعه زي ما قلت يا دينا، وخصوصا اكيد كلنا بنتابع في نشرات الاخبار والوضع الكارثي يمكن في اليمن، وضع الانساني المتردي بسبب الحرب طبعا هناك وقوه الحوثي وقوه صالح والموقف اللا انساني هناك، وخصوصا بعد ما فقدوا حوالي 10,000 شخص وإصابة الآلاف أيضا. خلينا نشوف التقرير إزاي فعلا رسوم على الجدران بتكون خروج ليهم ومتنفس من الحياة الصعبة والظروف الصعبة اللي هم بيعيشوها. من أجل إبراز أحد أهم الآثار المدمرة للحرب المستعرة في اليمن منذ 19 شهرا والتي تسببت في إفقار ملايين اليمنيين، خرج فنانون يمنيون لشوارع صنعاء لرسم لوحات لأطفال يتضورون جوعا. الحرب يعني جعلت البلاد مريضة، المجاعة يعني قتلت الناس. أتمنى أن يسمع الجميع الخارج وفي الداخل بأن بالنسبة للفرقاء السياسيين يجب أن يعرفوا أنهم هذا وطنهم ويجب أن يعودون إلى الحوار الوطني. وحتى الآن لقي ما يزيد على 10,000 شخص حتفهم وأصيب آلاف آخرون وتعطلت المراكز التعليمية والصحية في البلاد. وتقول الأمم المتحدة إن زهاء 21 مليون يمني أي أكثر من ثلثي السكان في حاجة إلى نوع ما من المساعدات الإنسانية، كما تعرض الأطفال على وجه الخصوص لأشد الأضرار النفسية والمادية جراء استمرار الصراع. اليمنيين يتضوروا جوعا، بحسب الإحصاءات يقال إنه اليمن أصبح ترتيبها الخامسة على مستوى العالم في سوء الصحة وسوء التغذية وما إلى ذلك. هذا رقم مخيف وعلى الحرب أن تنتهي. وفي بيان أصدرته في الآونة الأخيرة قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن نحو 2.5 مليون طفل يمني عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض جراء سوء التغذية ونقص الأدوية. وكان سوء التغذية والمجاعة هي أحدث محنة اختار الفنانون التعبير عنها. من التعبير على الرسم على الجدران للتعبير في السينما وازاي الافلام السينمائيه ايضا يعني بتظهر المعاناه، وكمان في اماكن كتيره ملتهبه زي في الاراضي الفلسطينيه وفي الضفه الغربيه. اكيد ما فيش زي الظلام اللي بيكون بيخيم على قاعات السينما والضوء الخافت علشان مشاهدة أفلام السينمائية، ومن هنا بتكون في يعني مشاهدة للجمهور في الضفة الغربية ومحاولة خروجهم أيضا يعني لمتابعة أفلام سينمائية عشان يخرجوا أيضا من الأوضاع السيئة في الأراضي المحتلة. الجمهور بيستمتع بفيلم إزرقاق وده حائز على جائزة طائر الشمس اللي تم استحداثها لدعم السينما الفلسطينية. الجائزة استحدثتها مؤسسة فيلم لاب وهي غير هادفة للربح، وبتأمل أن تصبح هي المقابل الفلسطيني للأوسكار. دي جائزة فيلم لاب يعني إن هي تبقى يعني صحيح مقابل للأوسكار. هو حقيقي إنه المجتمعات اللي فيها صراعات بيكون الفن هي أحد أبرز المتنفسات لهذه الشعوب علشان يعني يطلعوا فيها طاقتهم وإبداعاتهم وتعطيهم أمل في الحياة. طبعا الفن الفلسطيني سواء كان دبكة أو سواء كان أشغال يدوية
الحيوية أو حتى السينما من الحاجات اللي ليها مستقبل كبير وبيراهن عليها الفلسطينيين. فيلم أزرقات اللي شفنا بعض العروض ليه دلوقتي، ومؤسسة فيلم لاب اللي عايزة تعمل مقابل فلسطيني لجوائز الأوسكار، الكثير من الفلسطينيين بيعولوا عليها. لجنة التحكيم لهذه المؤسسة مكونة من 4 فلسطينيين واثنين من الأوروبيين من خبراء السينما، وشاهدوا تقريبا 18 فيلم قصير. الجائزة بتعتبر تتويج لمهرجان أيام سينمائية اللي استمر لأسبوع كامل وعرض فيه تقريبا 80 فيلم، منها 20 فيلم فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. والهدف منها في النهاية زي ما ذكرنا هو إعادة ثقافة السينما إلى المدن الفلسطينية، وإعادة الاهتمام بقاعات العرض اللي كانت مشهورة جدا ومنتشرة في الأراضي الفلسطينية من الستينيات إلى الثمانينيات في القرن الماضي. لكن كل ما بتشتد حالات الصراع كل ما بتغلق دور السينما، علشان كده بنشوف المجهودات المستمرة لإعادة إحياء صناعة السينما الفلسطينية. أدعو أيضا من الفن وال يعني خروج الشعب الفلسطيني من معاناته الحياة زي ما قلنا للسينما والفنون المختلفة. نروح لحيوان الباندا، وده يعني الحياة اللي دايما بنقول يعني الموشك على الانقراض، علشان كده دايما بنكون مهتمين بيه وبتسلط عليه كل وسائل الإعلام الأضواء. لو في بيبي باندا جديد أو مولود جديد في أي رعايته وأساليب حمايته من الانقراض. دايما الصين المشهورة برعايتها لحيوان الباندا أقامت احتفال أو مهرجان خصيصا لي في مدينة وينشوان الصينية الموجودة في غرب الصين، لأنها بتعتبر أحد أكبر المحميات الطبيعية وأيضا المراكز البحثية الخاصة بحيوان الباندا في الصين. هذه الاحتفالية بتهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على حيوان الباندا وتعريفهم بتاريخها وعدد حيوانات الباندا الموجودة في العالم وقد إيه هي معرضة للانقراض وإزاي نقدر نحافظ عليها. يعني بتعطي إرشادات للمواطنين بكيفية الحفاظ على حيوان الباندا. شايفة دي، شفتي الكاميرا قد إيه، الكاميرات قد إيه، والناس فعلا كانت واقفة قد إيه علشان تصورهم وواضح إنه مش بس يعني بيشوفوا حيوانات الباندا على الطبيعة، لكن في معرض كمان للصور بالظبط وكل صوره شكله هايل. ويعني شوفي حتى الأرض اللي هو فيها والحديقة اللي هو فيها محمية. وطبعا بيفضلوا المحمية وبيفضلوا يراقبوا كل تحركاته وحياته اليومية وإزاي بيعيشوا مع بعض. يعني تجربة هايلة الحقيقة. صحيح، احنا عندنا بالنسبه لنا بنشوف الباندا على صور بس صور الجبنه وصور حاجات كتير. انتهت جولتنا الإخبارية المنوعة اللي بدأنا بها هذا الصباح. دلوقتي حنتحول لزميلتنا شروات حمدي وموجز لأهم الأخبار، وبعدين مباشرة حنبدأ وقفتنا الحوارية لكن بعد الفاصل.